ازيك يا بنات؟ عاملين ايه؟ معاكم سارة صبحي. فيديو النهارده عن المشتريات. تعالوا نشوف انا اشتريت ايه وهعمل لكم ريفيو عليه كمان. يلا بينا نبدأ الفيديو. انا اشتريت المنظم ده، منظم مكياج، عبارة عن هنا نحط الروج او المنوكير، وهنا نحط ممكن كريمات، وفي خانة كده بحط فيها مراية، وفي خانة جنبية ممكن نحط فيها فرش. يعني هو من فوق خانتين كبار و12 خانة للروج، والخانة الكبيرة دي، ودرجين صغيرين ودرجين كبار، تمام. ممكن نحط فيها البلتات، وكمان هو خامة اكريليك، ويعني شكله زي شكل الصور اللي تبقى على الاونلاين، يعني هو نفس شكله بالظبط، هو مش مختلف ولا حاجة. تعالى نفتح مع بعض الكرتونة ونشوفها مع بعض، وهعمل لكم ريفيو طبعا لحد اخر الفيديو، عشان هقول لكم بعد استخدامي باسبوع، يعني كفاية اسبوع اجرب فيه هعرف هو مريح في الاستخدام ولا لا، الادراج كويسة ولا لا لسه، وبيشيل حاجات وبينظمها ولا لا وكده. دي المراية ماشي، وبتتحط في الخانة زي ما انا قلت، وهي حجمها كويس متوسط، تمام ماشي. دي الجزء اللي بيبقى فوق اهي، هو حجمها حلو على الاخر. بصوا اهي، هنا بتحطي المرايه زي ما قلت، وهنا بتحطي بقى اي حاجه انتوا عايزينها. شوفوا استعمالاتكم ايه. انا احط روج، ممكن احط مثلا فرش، احط اقلام الروج اللي هي الجلاس هنا، عشان فاي هتساعدني هنا، الاقلام الروج العاديه كده كده هحط الحاجه معاكم، وهنشوف الدنيا ماشيه ازاي، وهينظمه وياخد قد ايه. وانا بصراحه كنت عايزه اجيبه من زمان، قعدت احوش عشان انا مفلسه الحمد لله، قعدت احوش بقى لحد ما جبته، مش غالي بس هو الافلاس وحش. استنى اطلعه. الدرجين اللي فوق على الدرجين اللي تحت، وفيها حته قماش كده، بس انا ممكن اشيلها عشان شكلها مش عجباني. هي الادراج اللي بتتفتح حلو بسهوله، كل الدرج بيتفتح، ما بيفتحش اللي تحتيه ولا اللي فوقيه، يعني الادراج مش لازقه في بعضها. تحطي ده فوقيه كده، عايزه تحطيه تحت يبقى جنب بعض ماشي، يعني دي يبقى واحده منفصله ودي واحده منفصله ماشي. عايزه تحطيه فوق كده ماشي، شوفي اللي انت عايزاه. انا كده كده هحطه فوق، عشان اصلا عايزه اوسع مكان في على التسريح، مش عايزه ايه اعمل زحمه. والمرايه هتتحط مكانها في الحته دي اهي، تك اهي، تمام. هنحط مع بعض دلوقتي الميك اب اللي انا عايزه احطه، وطبعا لحد اخر الفيديو زي ما قلت لكم، علشان تشوفوا التقييم بتاعي بعد اسبوع انا قلت عليه ايه، لو كويس يبقى تمام. تمام طيب، انا حطيته على التسريحة اهو، وهنرصص مع بعض كل الحاجات دي علشان الدنيا ضربتها معايا. هنحط نبدأ بالمسكرة صغيرة، يعني دي لكن دي هنا قصيرة، لكن هنا مش، يعني دي غويطة ودي مش غويطة. يبقى نحط هنا الروج ده كمان، نحط الفرشة دي ماشي، ممكن نحط هنا طيب انا كده عمل رصصت فيه الحاجات اللي انا بستخدمها بشكل يومي، وحطيت في الادراج حاجات انا برضو بستخدمها يعتبر يوم ويوم مثلا. بعد اسبوع هصور بقيه الفيديو وهحطه في نفس الفيديو ده، يعني تابعوا لحد اخر الفيديو، هتلاقوا دلوقتي حاطه لكم بعد اسبوع استعمالي معاه ايه، مريح ولا مش مريح.
بيريحني ولا لا، الادراك تنحى ولا لا، كل ده هقوله لكم. ماشي، يلا باي باي دلوقتي. طيب انا استخدمت المنظم 5 ايام او 3 ايام بس، قلت كفاية، انا عرفت ايه الغلط اللي فيه وايه الحلو اللي فيه، فقلت ايه اعمله لكم عشان ينزل على طول الفيديو ده. اول حاجة اكتشفتها، بص من فوق كله تمام، يعني من فوق هو مريحني ومفهوش اي غلط. العيوب بقى فيه من تحت، يعني لما باجي افتح الادراج لو انت لو هو فاضي او مفهوش حاجات كتير بيفتح تمام، لكن لو هو مليان، يعني انا كنت حاطه حاجتين هنا، يقوم فاتح الدرج اللي فوقيه او فاتح الدرج اللي تحتيه. يعني لازم تخلي بالك ان انت تحطيش حاجات تقيله فيه او حاجات فوق بعضها، علشان الادراج كلها بتطلع مع بعضها. لك عشان كده انا حطيت في درج، في كل درج حاجه بسيطه. ثانيا، لما شلت القماشه السوداء دي وجيت استخدمت المنظم الاكريليك لوحده، حسيت ان هتخربش، فقلت بقى انا احافظ عليه احسن. يعني ماشي، هي دي العيوب اللي كانت فيه. بس كان هو من فوق وكده، فهو تمام، الجزء اللي فوق ده كويس ومظبط الدنيا ولمم لي كل حاجته بصراحة. ويلا بقى، يا رب يكون عجبكم الفيديو، ويلا باي باي.